ما فئة الشباب الأكثر عرضة للاستغلال الجنسي؟ الشباب الذين يعيشون في بيئة منزلية مسببة للتوتر، الشباب الذين يفتقرون إلى الثقة بالنفس، الشباب الذين يتعاطون المخدرات أو تنقصهم المعلومات الكافية عن مخاطر الإنترنت والحدود والعلاقات السليمة، خاصة إذا كانوا ينتمون إلى الأقليات أو الفئات المهمشة. سن الرشد هو السن الذي يستطيع فيه الشباب منح موافقتهم القانونية على جميع أشكال النشاط الجنسي. إن جميع الأفعال الجنسية التي ترتكب دون موافقة تعد جريمة جنائية بغض النظر عن العمر. إن السن القانوني للموافقة على ممارسة الجنس هو 16 عاماً، ولكن يمكن للذين يبلغون 14 أو 15 عاماً الموافقة إذا كان شريكهم يكبرهم بما لا يزيد عن 5 سنوات. بالإضافة إلى ذلك، ينطبق استثناء العمر المتقارب على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و13 عاماً، حيث يسمح لهم بمنح موافقتهم إذا كان شريكهم يكبرهم بما لا يزيد عن 2 عامين ولا تجمعهم علاقة ثقة أو سلطة أو تبعية. من غير القانوني لأي شخص يقل عمره عن 18 عاماً الموافقة على أي أعمال تتعلق بتجارة الجنس. إذا كنت تظن تعرضك للاستغلال الجنسي أو تعرف شخصاً يتعرض لذلك، فأبلغ أحداً عن ذلك اليوم.